والورد والسعادة والابتسامة لكل متابعين برنامج رايكم شباب وحلقة الويكند، حلقة النشاط والحيوية. كلنا مستانسين خصوصا الطلبة، اليوم خميس يعني يبعى وسبت ما عندنا جامعة، فإن شاء الله يا رب تقضوا معنا هذه الحلقة بابتسامة وسعادة. مساناكم بالخير، نقول حق الزميلة شوفوا اليوم شلون طالعة بلوك جديد، شي كيوت شيخة. مساء الخير يا شيخة. حياتي مساء النور، شعول مساء الخير على كل مشاهدينا، شعول مو بس اللي مستانسين بالويكند، الطلبة حتى اللي مداومين يعطيهم العافية، أكيد ما قصروا وقدموا شيء حق الكل. أحس إنجاز لما يخلص الأسبوع، أحس أفكر بالأسبوع سويت إنجاز جديد، أستانس عرفتي؟ فيعطيكم العافية كلكم، استمتعوا بالويكند. أكيد إحنا أحلى حلقة عندنا حلقة الخميس، تدرون إن دائما نسوي لكم مفاجآت وعندنا أشياء وايد جديدة في هذه الحلقة. هاشتاقنا شيخة في حلقتنا لليوم الوالدة تستاهل، وفعلا الوالدة تستاهل. أنا بقول يعني شوفي ترى أنا مسكين قاعد أفكر، قاعد أقول إنه لازم نسوي حلقة يعني عن الأم، راح نتكلم من الحين لغاية 21/3 أتوقع عن هذا الهاشتاق، لأن أمهاتنا الله يحفظهم ويخليكم أمهاتكم، واللي فاقدين أمهاتهم الله يرحمهم إن شاء الله برحمته الواسعة. طبعا الأم شيء الواحد ما يقدر يستغني عنه، الله يخلي لي أمي سبب سعادتي بهالدنيا، افقد كل الدنيا بس عساني ما افقد لا امي ولا ابوي ولا اخواني. الله يخليهم لك، الله يخليك شعول ولا يحرمهم منك ويطول بعمرها يا رب. اكيد الام شيء كبير بحياتنا اكيد، وما نستغنى عنه، والام تستاهل اكثر واكثر واكثر، ومهما نعطي ومهما نسوي اكيد ما راح نوفي لها حقها. هذه ام يعني شالتنا ربتنا كافي 9 أشهر اللي كنا ببطنها اكيد، ويا رب يا رب نحس احساس الام. اي ان شاء الله يا رب، الله يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه يا شيخه، ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا دائما امهاتنا ما يقصروا معنا، دائما هم يسوون لنا كل شيء. يعني انا لو بتكلم مني لباكر كثر ما اقول عن امي شوي بحقها، يعني طيبتها وحنانها، شكرا يما على الميك اب اللي جبتي لي اياه، شكرا على فلوس تصلح السياره، شكرا على كل الطلعات اللي تخليني قاعد اطلعها، شكرا لان انا لما اكون متضايقه ما بين لها بس هي تدري ان انا مضايقه، أكيد. تدري وتعرف منو الناس اللي يضايقوني، كل شيء الام، ومن غير ما اقول منو مزعلني تقول حسبي الله ونعم الوكيل باللي يحرق قلب مشاعر راح اللي ذات انا دائما كلمه امي تدري شنو الحلو، صدق ارتاح. يعني احيانا اكون حتى طالعه ادق على امي اقول لها يما انت راضيه علي، تقول لي يما روح الله يوفقك دنيا واخره. هذه الكلمه يعني ما تدري شو تسوي فيني، احس ان الدنيا للحين بخير. طبعا الام اهم شيء بحياتنا، امنا. انا حتى الصبح قبل اروح الجامعه حتى يعني مثلا تكون امي قاعده تجهز عشان تروح دوام كذي، انا اقول لها مثلا يما انا رايحه تبين شيء، تقول لي الله ما يحفظك والله وانا ارتاح نفسيا. شعور شعور يعني شوف اذا حتى اذا ما شفتها، يعني صار فتره ان عندي شغل انا شيخه من الصبح من 7 لغايه الساعه 6 يلا خلص، الله يعطيك العافيه حبيبتي، فادق عليها الله يعافيك، فادق عليها اقول يما مشتاقه لك ما تحبيني. امس كنت قاعد اورر رفيجاتي فيديو مسجلته حق امي بدون ما تدري، اقول لها يما منو احلى بنت بالدنيا، تقول لي اكيد انت. الله يعني شو كان اقول لها يما شاذي بعين ام غزال، تقول لي لا لا انت احلى بنت بالدنيا. وصدق انت احلى بنت شعول، يعني الام دائما احلى الام قاعده تجامل صدق. عاد احنا ما ثبتت نظريه الشاذي بعين ام غزال، لان حتى انت ايدتي كلام امي. لا تستلمونا سمعي الحكي الحين، لا دائما احلى دلع، احلى شعور لما الام تدلعش ولا تقولش كلمه حلوه، يعني احلى شعور. في امهات يكونون شويه يعني هم يحبون عيالهم اكيد، بس شويه يكونون فيهم قساوه، بالعكس قولوا انتم ما تدرون كلمه احبك حق بنتك شنو تسوي. طبعاً. شعور وايد حلو، شعور وايد يعني تحسين ان الدنيا بخير للحين، والله يخلي لكم امهاتكم ويخلي لنا امهاتنا. اليوم طبعا شعول عندنا مواضيع وايد مثل ما عودناكم في الفقرة الأسبوعية، مميز. كل خميس وضيف مميز أيضا، كل خميس عندنا الفقرة الأسبوعية سلسلة مطاعم أمريكانا شنو مقدمت لنا هالأسبوع، أكيد راح نشوف بعد شوي. وأيضا راح يكون معنا الشيف المميز الكتكوت الصغير أحمد، أكيد راح يقول لنا راح أسوي لكم، أنا قلت له طول يوم وماكله يقول راح أسوي لك شيء لذيذ.
انا لما دريت ان احمد موجود معنا ما تغديت في الجامعه. ايه احس انه ناطره، انت ناطره شوف البرجر الاشياء اللي يعني لما تشوفون اسم الله عليه تبارك الرحمن، لما تشوفون ترى صغيرون، فراح تشوفون هو ايش راح يسوي لنا في حلقتنا اليوم. يعني اجواء مختلفه موجوده في برنامج رايكم شباب، ومثل ما قال شيخ عندنا تقرير، وايضا راح نتكلم عن لعبه شعبيه، وايضا راح يكون عندنا طلبات الكنترول، وايضا راح تكون صوره وتعليق عندنا بعد اليوم. صح، ايضا طلبات الكنترول هي تكون ايضا من طلباتكم لما تدزون بي او باء، وفي الفايز شخصين يكونوا فايزين معانا بكوبون مقدم من عاد النطره واطلع منهم ويلز سبا 30 دينار يون لي عندكم وقايه كامله وشامله حق السياره. اذا خلنا دزانا مسج وخلي فوزوني. ما ادري انا مسكت التليفون حسيت اني انا باخذ اذا معنا اتصال. خذي شعول شوفي حلقه منه. الخميس دائما يكون ثلاث مذيعين، المذيع اللي مايا للحين نقول له الو. اهلين. سلام. عليكم السلام. شلونك؟ شيخ شلونكم؟ شخبارك؟ شلونك مايا؟ وينك؟ معي مفاجأة من طراز خاص. شنو؟ شنو هي؟ احنا خفنا. انت تدرين عنها مشاعل، انت قلتها يعني. ايام كلمتك من شوي. ان عن الشيء عن احمد؟ عن احمد اي، فانا الحين قاعد اخطط معاه. يعني انتم توبكينها مع بعض. بالضبط عليك نور. اذا صاحب التأخر؟ انت يواعه؟ اوف. اي يعني اليوم راح تاكلون برجر ما في احلى منه، واشكال والوان وصمون ملون بعد المفروض. اذا انت قاعد تشوقنا وانت من بعيد تعال ونتفاهم. انا كان لفي وراك مشاعل؟ لفيت؟ ليش لفيت؟ صالح. لا انا كان دقيقتين اكون عندكم. اي يلا تاخر ها؟ اوكي، او يمكن اكون ترى ورا البار ما تدرين. لا جعوة صالح داشين سجن من حقك. انت هالك طول، ترى انت طويل بسم الله عليك. يلا صالح بانتظارك. الله معك الله معك زميل صالح الراشد، بعد شوي يوصل لنا. طبعا اليوم راح نتكلم عن مواضيع كثيره مثل ما قلنا هاشتاج حلقتنا، وعندنا صوره وخبر، وعندنا ايضا لعبه. اللعبه اللي انا بتكلم عنها قبل اقول لكم شنو هي اللعبه، لان ما بزعل عبد الحميد. عبد الحميد يقول عندنا تقرير تامر امري. عبد الحميد نروح مع بعض نشوف هالتقرير ونرجع لكم مره ثانيه. يلا تعودنا في فقرة الأسبوعية نكون مع سلسلة مطاعم أمريكان. اليوم احنا متواجدين في عالم كنتاكي، وكنتاكي البحر أكيد يقدم لنا دائما العروض المميزة. خلونا نشوف شنو مفاجأتهم اليوم. عروض مميزة من عالم كنتاكي يقدمها لجميع محبينا في جميع الأفرع. تقدر تاخذ أي وجبة أنت تحبها وتربح هذا الكوبون. طبعا هذا الكوبون ما في مثل كوبونات حظ أوفر، لا دايركت راح تربح مع أكبر دوري كرة سلة في العالم. تاخذ الكوبون تمسحها وممكن تربح أي هدية من الهدايا هذه، حقيبة، تي شيرت، ساعة، مظلة، زمزمية ماي، كاب، ساعة بربط الإيد، كراسة ثلاثي الأبعاد، وأيضاً كوب ثلاثي الأبعاد. تقدر تربح بوستر، ميدالية، قلم، أيضاً ربطة المعصم. هذه كلها هدايا تقدر تربحها مع كنتاكي، وأيضاً الهدية الكبرى راح أقولها بعد شوي لكم. الهدية الكبرى هي سبيكة ذهب 5 جرام، يعني ذهب ذهب صدق تقدر تربحها مع عالم كنتاكي. وطبعا هي كذا سبيكة، يعني في كذا رابح للذهب. هذه عروض كنتاكي وهذه مفاجآتها. طبعا اللي قاعد بالبيت وحاب يطلب تيله الوجبة والكوبون وهو قاعد بالبيت، ما عليه الا يتصل على 1-3-8-3-6 ويطلب أو أونلاين.
رجعنا لكم مشاهدينا، طبعا مكملين معكم فقراتنا اليوم المميزة. أنا وشعول ميتين من الجوع، أحس ناطرين، عرفتي متى يجي الأكل؟ شوف طبعا وصل اللي كنا ناطرينه، اللي كذا قلوبنا اليوم. صلوح وينه؟ صلوح صالح ولا بعد أحمد تعال وينك؟ تانا صار لي ساعة بس مش عارف ما يسار يسار. ومعاي المفاجأة، شوفوا هذا الشاب اللي عمره 16 سنة أحمد الواوان. حياك الله يا أحمد، منور حبيبي. الله منور، يعطيك العافية. مشاعل أنا صار لي ربع ساعة ورا وأنت ولا تدرين. كنت أكلمنا وأنت ورا عشان تعرفين قدراتي. أحمد شونك؟ الحمد لله. طبعا أحمد اللي يشوف ما شاء الله عمره، ما تحسون أنه هو يطبخ، أعتقد ومتأكد أنه أحسن منكم. طبعا الصراحة الصراحة أيه. يعني الصراحة الصراحة تو أنا منزلة سناب أكون صريحة إنه يعني معنا شيف صغير اليوم راح يطبخ. أيه. أنا ما أعرف أسويه. شوف أشكالهم من عيونهم بتقول إنهم يواعة صح؟ أوك صح؟ أحمد شلونك؟ خير الحمد لله. طبعا أحمد شوي مستحي بس الحين أنا راح أكسر المستحى اللي فيه والخجل، لأن أنت أول مرة تطلع على الهواء. إيه صحيح؟ فالحين أبيك تروح حق شغلك وعدتك وأنا وياك. تفضل حبيبي. بس بقول حق أحمد شيء صلوح. شنو؟ يمكن إخواننا في مصر يقولون حق مثلاً أي ضيف يجيهم بيتك ومطرحك. يعني هذا المكان مكانك والبيت هذا بيتك. ولو على مشاعل ودها إن تكون أنت كل يوم موجود. والله ودي تصير أخوي. معي البيت. لا لا أخوي أنا كل يوم عندي بالبيت. يعيش عندي. أحمد يعني بس بسألك سؤال. انت يعني بالبيت شي تحب يعني تحب تطبخ؟ يعني لو اي احد يقول لك اطبخ تروح بسرعه تطبخ؟ اطبخ بس يعني اكثر شيء احب حق نفسي، يعني احب ابدع، ما احب اسوي شيء معتاد. يعني ما تحب احد يقول لك مثلا سوي لي شيء الفلاني، سوي لي شيء مميز وبس. يعني انا مثلا يقولون سوي اي كذي، انا ابدع، احط فراوله، احط اشياء. الله يعني اكثر قاعد عايش فراوله. شيء غريب. مكبوس فراوله يصير صدق؟ اذا إيه؟ احمد انت مع منو؟ مع اختي. اختك مين يطبخ احلى، انت ولا اختك؟ اكيد انا. انت ها؟ اوه يعني خلاص صار احمد علينا انا وشيخه واخته بعد. صح. يلا خلينا نجرب نشوف. انزين وين لبسك؟ وين لبس مالك؟ خلاص انت عيش حياتك الحين. الحين عدتك. اوكي وهذه عدتك، انت تعال اوقف هني بالضبط. وانا راح اساعدك. صراحه انا بقول لك شيء، على اساس ان انت الحين تعرف تطبخ صالح؟ يعني احنا واثقين بالولد بس انت لا تحط لمساتك يعني. انا اشرف بس اطالع يعني. يعطيكم العافيه. عاد انا ما تذهبون شي شغلكم عشان نشوف شنو راح تسوون. شعول قبل دقيقه بس قولي في كلمه بقلبك. احمد حبيبي انا اول وحده اكل، انا جايه من الجامعه. لازم نقدرها، انا جايه من الجامعه مو متغديه، فلازم نقدرها. اول شيء راح يسويه احمد حق مشاعل خلاص. اي اي اوكي. خصوصا بعد اسبوع حافل لقينا يعني. احد نجرب يعني ترى زين، هذا شيء زين. اي عادي انا اول متعاوش من قبل. تدرين ان انا اكثر انسانه تحب تجرب بالاكل؟ صح. قبل ما كان عندي هالطبع، الحين راح اجرب شيء ذوقينا على الاقل. اي اجرب. اي في ناس ما تتجرأ انها تذوق. شعول خلينا نرجع حق موضوع حلقتنا. هاشتاج حلقتنا يقول الأم تستاهل، صح ولا لا؟ يعني الأم تستاهل أكثر بأشياء، يعني مثل ما قلنا كل واحد يحس إنه في كلمة بقلبه الحين بهالحزة، حتى لو برا البيت، حتى لو مثلاً هو أمه مو يمه، أمه ببيت ثاني، الحين يطرش حق أمه كلمة أحبك، كلمة بخاطرة، الله يخليك لي، الوالدة تستاهل، يما أنت تستاهلين كل شيء، أي شيء. حق أمي؟ حق أمك الحين الكل يطرش، أنا بطرش حق أمي. أنا فويس نوت. أي كلمة. يلا فويس نوت. بقول حق أمي على الهواء. أنا ما دخلت تليفوني معاي، فبعد شوي. يعني أنا أقول حق أمي ناس، أنت تقول حق أمك، أنا أقول حق أمي. بس أنا أمي راح تنصدم. ليش؟ راح تفكر إنه فيني شيء. أنت قاسي؟ إذا دزيت لها واتساب. ما تقول حق أمك أحبك؟ يعني انا احبها وايد طبعا، وهي شيء يعني مهم في حياتي، بس انا اخجل يعني ان اقول لها يعني ان احبها. لو انا قاعد اتكلم بالموضوع قلت لك في ناس يستحون يقولون. وممكن البنات يكون عندهم قدره اكثر من الشباب انهم يقولون هالكلام الحلو. اذا الله يخليك لي مثلا ما تقولها؟ يعطيك العافيه، ما قصرتي. بلا بلا شكرا، اشكر وكل بلا كل هالكلام. اي بس مو يعني الله يخليك لي، الله يحرمني منك ما تقولها؟ ما ادري ما صارت يعني فرصه. تحسها بس ما تقدر تقولها. اي احسها طبعا اكيد. حاول صالح يعني حق امك بس، شوف شخصين يعني مثلا مرتك ان شاء الله مستقبليه. أي. وامك، حاول انك انت شويه تكون يعني الكلام اللي بقلبك قوله، انا ما قاعد اقول لك تصنع بس. أي. انت تحس انك ودك تقولها الله لا يحرمني منك طبعًا. فقولها بدها وقولها وجرب تحس انك تسمع. تقولون طبعا ها؟ انا اقول انا بقول حق امي والله كان فويس نوت حق تليفون امي. أنا إذا سويت كذي أمي راح تستغرب. أقول لك أحبك وايد، أنا الحين بالحلقة وعلى الهواء بس بقول لك أحبك وايد، الله يخليك حقي ولا يحرمني منك،
واشتقت لك من الصبح ما شفتك لغايه الحين. الحين تبكي شعول. وشكرا على المكياج اللي امس احبك كذا. زيد وايس نوت حق امي. زين نبي نسمع اللي سجلتي كا. ايدي نبي نتاكد. يلا افو عليكم كا. سمعوا سمعوا يلا يلا. يما احبك وايد. انا الحين بالحلقه وعلى الهواء بس بقول لك احبك وايد. الله يخليك حقي ولا يحرمني منك. واشتقت لك من الصبح ما شفتك لغايه الحين. وشكرا وشكرا على المكياج اللي امس احبك. حبيبتي الله يخليك. الله يخليها لك ويخليك لها. انا طرشت لها يما احبك والله لا يحرمني منك. الله يخليك لي. طرشت لها بكلام مو فويس. طبعا هذا الشيء كل يوم يعني كل يوم نقوله صح ترى صالح كلامه صح. احنا يمكن البنات فينا عاطفه اكثر من الشباب. صحيح. انا اعبر أفكار عن حبي افكار مختلفه. ممكن يعبر الشاب او البنت لحبه لوالدته على وجه التحديد. بس اهم شيء انه ما يزعلها ولا يسوي شيء هي مراضي عليه. انا اعتقد ان هذه من اهم الاشياء. لان ترى في ناس شيخه ومشاعر يمكن يقولون احبك والله لا يحرمني منك بس هذا يكون بس كلام ما في فعل. فالفعل اقوى من الكلام. ما تضايقونها يعني في ناس صالح اوكي احنا ندري مثلا اذا مثلا اصدقائنا وشي ممكن يجاملونا ويشدون عنا. شنو هالانسان اللي جامل امه يعني شنو؟ صح ايه لان ترى هم هو على حسب التربيه. ايه يعني لما الام تربي يعني انا مثلا ذاك اليوم هو ما يعني ما له شغل بقول سالفه خاصه ان انا بنت اختي فامي تصير يدتها. ايه فيعني هي عمرها 4 سنوات فهي كل يوم قبل لا تطلع ولا شيء كلامها وايد طيب مع امي. تقول لها يا عمري يا جاي يا حياتي. تقول لها كلام انا استغرب منه. وايضا قبل لا تمشي تبوسها من راسها وايدها وتقول لها الله لا يحرمني منك وتطلع لاي طلعه. طبعا هي ما تدري بهالكلام ان انت تستغرب. ان شاء الله قاعد تشوفني انا قاعد اطالع. لا هو ما يدري ان انا مستغرب بس انا قاعد اطالع وساعات اضحك يعني على ان شلون عمر ما شاء الله 4 سنوات و5 سنوات ليش هي كذي؟ لان امها اللي هي اختي معلمتها على كذي. بس بقول لك شيء يعني انا استغرب من شيء. شنو؟ ان شلون الشخص هو مو شيء انه غصب عليك بس انت داخليا شلون ممكن تخلي امك تنام وهي زعلانه؟ شلون؟ صحيح. يعني داخليا تحسين فيها يعني انا ما ادري احس اتكلم لما اتكلم حق شخص مثلا احد من واحده من رفيجاتي امها زعلانه انه عادي يعني باكر تروح لها. انا ما اقدر الحين يعني قبل لا تخفي عينها لازم اراضيها. انا دائما امي تدري ان انا اذا عصبت مثلا يعني اوكي ساعه مثلا ممكن تطلع مني كلمه يعني عفويه وشي بس تدري ان انا ما اقصدها لان هي تعرف طبعي عدل. اوكي احنا مكملين في هاشتاج الحلقه تستاهل الوالده. بس خلينا نشوف احمد. احمد هني طبعا الريحه وايد حلوه. انت الحين قاعد تستخدم راح البرجر الفرن شنو هذا؟ شوايه كهربائيه وحطيت عليها زيت. شويه زيت بس عشان زيت شنو؟ زيت عادي. اي ذره. اوكي والحين شنو انت بتحط بعد؟ انت يعني مثل ما نقول حمشت شوي الصمون. اي عشان يطلع. والبرجر كله طبيعي يعني انت ما تجيب البرجر اللي من الجمعيات الجاهز؟ لا ما يبه. انت برجر طبيعي اكثر صح يعني صحي اكثر. امريكي. واو اوكي. انا راح اكل اول واحد اصلا. اصدمك بشيء صلوح نتهاوش على الهواء. شفت هذه الشوايه؟ عندي نفسها بالضبط. الله وكيلك من يت على حطه ايدك. بس ما استخدمتها. انت تشوفينها يعني وان انت عندك شوايه. بس انا يعني عندي اياها. بس ما شم صالح شم اللحم اللذيذ. اوكي. عم بيع انا. زين اسوي كذي انا بعد؟ كذي؟ واحرقها. طلع لا تخربها احنا ناطرين. انا الحين ريحتي كلها بتصير برجر. عادي عندك شيء ورا الحلقه؟ بعدين. ها؟ عندك شيء ورا الحلقه؟ لا ما لا ما عندي شيء. حلو 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 صالح حلو. دنياك مو متعود مسكين يطبخ. زين اقلبها؟ لا لا. كذي اوكي. وحطيت فيها فلفل اسود؟ فلفل اسود وملح. فلفل اسود وملح. زين احمد انت منو علمك الطبخ؟ هل استعنت بكتب مثلا ولا الوالده؟ اول شيء كنت اتعلم من امي. ايه. بس الاكثر تعلمت من انستغرام اشوف فيديوهات. اوكي. تعلموا يا بنات. الانسان يستخدم انستغرام في إيه؟ اشياء جيده. يعني احمد نموذج لي الشاب اللي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في شيء يفيده. شو اسم مشروعك احمد؟ شم ريحه جوسي لوسي برجر. انا بقدر اتحمل صمودي اقوم اروح. ايش معنى اخترت هالاسم؟ الجوسي يعني يكون فيها طعم وايد يعني قوي. ايه. واللوسي ما ادري. زين الخدمه او السيرفس اللي انت تسويه حق الكاستمرز او الزباين سو شيء عشان لا يشتغل هذا مال بخور. اي بس انت مو تطلع وايد دخان ها؟
بس هذول الحين. بس هذول ها ثلاثة على قدنا. زين الحين أنت الخدمة أو السيرفز اللي تسويه حق الكاستمرز أو الناس اللي يبون يطلبون منك إن أنت توصل لهم الطلب ولا تروح تسوي لهم ولا شلون الطريقة؟ هو في عندي طريقتين. إيه. طريقة هم يشون حق ناس من باب بيكيو حقهم بس ما أودي أنا. يكون كذي وهم يسوونه. إيه وعندي المطبخ. أوكي. حلو. عندك يعني من الانستغرام يطلبون منك وكذي؟ أكثر الطلبات كانت فبراير. إيه. بس أنت مختص بس بالهامبرجر ولا بكل شيء؟ أنا جربت أشياء وايد بس إن هذا اللي لما كنت أجربه دائماً يعني مثلاً أكل بيض أو شيء ما أفكر إن أكله مرة ثانية نفس المطاعم بس هذا فكرت أكله مرة ثانية ثالثة لما يعني شفت إنه أكيد كي راح أحبه أول تجربة جربتها عند أهلي بعدين فتحت بوت صغير بطولة الحمد لله نصرت حبيبي الله يوفقك إن شاء الله يا أحمد بخليك أنت وصالح صالح توفي شوي اي عشان لا يطلع الدخل يفوز جيب شيء كرتون ولا شيء شيخه قولي سمعت احد يقول انا احد درباحه شنو يبالك شنو دربح احس مدربح يعني متبتب متبتب ايوه هي مو متبتب هي لعبه قديمه درباحه عباره عن صيخ حديث شكل دائري مرتبط فيه صيخ عمودي عشان يتمكن الطفل من دربحة الصيخ الدائري والميلان به يمينا وشمالا فهمت شيء؟ صيخ وصيخ دائرة وكذي يعني كنا سكان صح؟ لا ندور في شيء كذي اوكي فهمت كذي اوكي ليرى اصدقائه مدى تمكنه من اللعبة يعني ايش كثر هو متمكن من اللعبة انا مرة مرة لعبت لعبة ولا انا عرض الضحى انه يعني واحد مدربح أيه؟ لا بس حلوة معلومة جديدة إن في لعبة اسمها درباحة هذه بعد علقة واحدة من بنات خالاتي بس خلاص كبرت كل سنة درباحة وهي صغيرة درباحة؟ إيه وتبغى تدري اسم لعبة يعني توني يعني شعور شنو كانوا يدلعون شو كنتي صغيرة قولي لا تكفين قلت تكفين الله يخليك شيخة ستر على المواجهة والله ما دلعون لي دلع نفس البنات توتة وما شنو يعني ها شنو؟ لا شيخة أنت ايش كانت تدلعون كيكو أنا كيكة؟ أنا كيكة فمدلعين كيكة مدلعينها كيكو كيكو هذه هي التعلوقة يمكن على ما أحمد يسوي شيخ البرجر بروح عنكم بريك ونرجع لكم مرة ثانية يلا باك تو استديو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب بهذه الحلقة المميزة ومعنا البطل أحمد الواوان ما شاء الله عليه يعني ولا احسن من مليون مطعم يعني حتى طريقه التنسيق والشكل اللي يخلي واحد او يخلي الواحد يشتهي انه هو ياكل تخلصت ها اي خلاص انت تسوي بس برجر لحم ولا تسوي انواع وايد انا الحين يعني الافضل عندي اللحم حلو زين انا راح ارجع لك بس خلني اروح اوصل حق البنات الاعزاء اللي مو عاجبهم شيء شو اللي مو عاجبهم شيء بودي لهم الاكل انت ما شاء الله يعني لهم. انت بكل مكان تطلع تاكل حبيبتي تتعشى بكل مكان اطلع جيت ببالي سوا اوكي طبعا حرف الام هذا حق شعول ميرسي الله يسلمك وهذا حبيبي حاط لي قلب سوالك بعد عمري تسلميدك الله يلا بالعافيه مشكور ميرسي ما قصرت انزل لحظه الله يسلمكم ابي اسوي ديل معاكم مع استاذ علي بالكنترول ايه ابي اكل بس لا تقطعون علي الكاميرا تكفون ما اقدر يعني اكل و اصلا لازم اقول لك كلينكس يعني شلون نمسكها اذا تبي صوص تقدر تحكي لو سمحت استاذ صالح شنو تبي كلينكس ان شاء الله بعد اي طلبات ثانيه المشروبات الغازيه اي ان شاء الله فعلتش الحين كله انتم كملوا سوالف الحلقه وهاشتاق الوالده وانا اليوم اخدمكم بعيوني ميرسي عشان لا تقولون ان عشان حلقه بدون بنات مو حلوه احنا بنشوف بدون بنات شلون مو حلوه انتم قاعد تعذبوني ترى الحين ليش خلوني اشتغل لكم سعادتي يعطيك العافية إن شاء الله بعرسك نخدمك الله يسلمك إن شاء الله هذا لازم طبعا ضروري ما ليش حسيت إني قاعدة بزوارة لأن إحنا وإحنا قاعد نسولف في الحلقة قاعد نسولف على طبيعتنا قاعد نتكلم بطريقة عفوية زين أحمد أنت قلت لي إن في ناس وايد ساعدوك صح؟ إيه فإذا تبي تشكرهم منو الناس اللي وقفوا معاك وساعدوك؟ أول شيء أشكر ربي ونعم بالله أشكر أمي وأبوي إيه وأشكر الشيف فواز هو كان وايد ساعدني يعني طلعني شيف فواز شنو قول اسمه الكامل شيف فواز العميم فواز الغنيم العميم العميم والنعم بفواز العميم اوكي
واشكر اخوي عادل ووان واخوي فهد ووان. اكثر ناس يعني صدق انا اساعدهم يسووا. كم سنه صار لك تسوي؟ انا الحين ما صار لي سنه، انا من شهر 6 كنت بادي الدايت، سويت اكلي بنفسي. ايه لما الحمد لله وصلت الحين. زين انت تاكل الاكل اللي انت تسويه ولا تمل؟ لا ما امل، في اشياء امل بس في اشياء ما امل. زين شنو قصه ال 100 برجر اللي قلت لي عنها انك تبي تسويها؟ انا الحين يعني في ناس مثلا يكون فاتحين مطعم كذي ياكلون من البرجر نفسه ويعدون لما يوصلون يعني حق رقم. انا الحين وصلت تقريبا 30 شيء 30. اللي تبيعهم هذول 30؟ لا اكلت 30 وحده مني. لما اوصل 100 يعني يكون انجاز حقي. اوكي 100 تاكلها هذه بش كثر؟ شهرين ثلاث شهور؟ ما ادري انا. 30 بش كثر كانت؟ شهر من شهر 11. للحين وصلت 30. ايه راح نسالف معاك وندردش اكثر بس خليني اودي ال ونبي كلينكس لو سمحت. ان شاء الله على تقول شيء عشان تقول ان شاء الله عمت. عاد كلمتك هذه هذه كلمتها دائما كل ما نطلبها شيء قال ان شاء الله عمت. يلا بالعافيه يعطيك الف عافيه. بالعافيه ترى مو حاسب يكون في شيء. نخدمك يوم عرسك ان شاء الله. قول امين. ولا شيء استاذ علي لو سمحت ديل انه ما تصور رجال. ترى هني طلبات. ها طلبات جلنا نسينا كل شيء احنا. اي اكيد لما تشوفون البرجر بتنسون كل شيء طبيعي. شنو تبي بعد شيخه؟ كلينكس لو سمحت. اذا انا ما ادري الكلينكس وين، انت وين حاطينه؟ يا رب يا رب يا رب رفيجاتي ما قاعد تعبوا الحلقه لانه بعد الحلقه قلت لهم نروح نتغدى. اذا وين الكلينكس؟ ما ادري. عادي انا ما ادري. عندك كلينكس؟ لا خلاص عاد دبروا نفسكم من غير كلينكس. يعني شلون تعذبنا صالح؟ الله حاط فيها رمان؟ ايه حاط فيها رمان. انا ما اقدر اسلم ايدك لذيذه واحسها خفيفه يعني طريه. هذا هو معنى جوسي يكون طعمها فيها بنفسه. يعطيك العافيه والله ما قصرت. العافيه. الله يعافيك. نعم طبعا احمد هو مثال للشباب الكويتي في انه هو عمره 16 سنه ومع هذا قدر انه هو يسوي مشروع خاص فيه ويكتشف شيء بطرق سليمه. طبعا خلينا نقول ملاحظه يعني حق الصغار اللي اعمارهم 12 11 و10 والعمر هذا. طبعا انتم مستانسين ان انا قاعد اسولف ما قاعد اسولف من تخصصون اكل علشان مو اي احد ترى يجيب شوايه ويشوي الحين. لا لازم ترى تدريب ويكون تحت اشراف ناس كبار وفاهمة. بالنسبة حق أحمد أنت متخصص بس في البرجر، قاعد تفكر أن أنت توسع مشروعك؟ إيه أفكر بس أن أنا ما عندي أحد يساعدني وايد ومساعدات ما عندي وايد وما عندي وقت يعني. فالبرجر هو أفضل شيء عندي والحين هذا أول شيء يعني نمبر وان عندي. زين طموحك وين تبي يوصل؟ يكون اسمي عند العالم كله. اسمك في العالم كله. اذا تبي تفكر ان انت تبطل مطعم خاص فيك او محل ان شاء الله. ايش راح تسمي؟ مات كاو برجر. مات كاو برجر. اوكي انت حاب ان انت تسوي شيء مخصص فقط للبرجر. انزين انت تحط نكهه خاصه او تحط مثلا بعض الخلطات الخاصه فيك؟ سيكرت صوص. شلون؟ صوص سري. هذا الصوص سري؟ سري. شلون طعمه هذا؟ صج لذيذة. لا صج لذيذة لذيذة. طبعا ما تقول انت من شنو مكون صح؟ لا لا يقول. اي زي لا مشاعل. لا يقول. زي مشاعل وشيخة انتوا الحين سولفوا معاه عشان اكل. لا ها احنا نبي ناكل. ممكن بس سؤال، كم تقيمه من 10؟ قاعد يسأل سؤال. انا خليني اقول لك شغلة، انا وايد احب البرجر وكل مكان اروح لازم اذوق البرجر عندهم. صح والله بقول لك شغلة على الهواء وما كذبت عليك فيها بكلمة، انا عندي مطعم مفضل بالبرجر الحين صرت انت الثاني من بعده يعني صدق عجبني. عشان تعطينا ما اجاملك ترى اعطيه عشان اكون صادقه 9 من 10. شنو الواحد ناقص؟ ما في شيء عشان اقول اجاملك بس عشان اقول على الهواء قاعد اجاملك. انا خي يقولون اني قاعد اجاملك، انا هذا رايي الشخصي 10 من 10. لا فيها والله يوفقك. وانا بالنسبه لي ما اعطيك 10 من 10، اعطيك 100%. شكرا. اعلى نسبه عاليه بصراحه. احنا نحيي فيك صالح الروح وانت جاي معك البيكلز ان شاء الله. ان شاء الله. انا بالله يا انت بس تخلي. اسف نسيت. لا عادي عادي. إيه ما حط لا انا ما احبه فانت زين سويت يعني تحب اذيتي انت. لا بالعكس واي واي لذيذ لذيذ. تسلم ايدك. يعني انا استانس انه في يعني شاب بعمرك شي 16 سنه عنده يعني يفكر انه يسوي برجر ولذيذ مو نفس والله في امس كلينا مطعم ولا ما مو حلو مو حلو كان امس كليت شنو؟ اكل لذيذ كليت مطعم برجر كان مو حلو لو دافعين فيه فلوس بعد زين. زين انت في البيت يعني لما تطبخ في المطبخ ولا مسوي لك ركن خاص؟ هو مطبخ بس انا ما اخذ جزء من المطبخ يعني.
ماخذ جزء حقك تسوي البرجر. تيلك طلبات او بعرف الناس شلون ممكن تتواصل وياك؟ واتساب او التلفون. الواتساب او التلفون. شنو الواتساب؟ قوله. قولي قولي الانستغرام. الواتساب قول لي وسائل التواصل. انستغرامي احمد اندرسكور محمد. رقمي يقول اللي يتواصلون معك 6779737. ان شاء الله يعني هم ينكتب بعد شوي نكتبه على الهواء اساس الناس ممكن انهم يتواصلون معك. انا شفت من فتره ان انت عندك صمون ملون اسود. هذا كان بعيد الوطني. انت ملونه ولا هو جاهز ملون؟ لا انا ماخذه من مصنع يعني انا قايل لهم طلبات اللي بيه. حلو جميل جدا. واحد قاعد ينتقم منه ورا الكاميرا. تبي البرجر اعطيك اياها بس احط لي وانا قاعد اكل. والله العظيم احمد قاعدين بسال احمد يعني انا قاعد اكل ليش يعني وايد مركزين معي خلكم مع هناك هناك. احمد زين سؤال عندي حق احمد. من اكثر شخص يساعدك واقف معاك وتقول له شكرا من اهلك القراب منك؟ امي الله يحفظها واوجه لها تحيه كبيره ان هي دائما تكون موجوده معك. شوف احنا قلنا الامهات غير. زين اختك شنو جوها يعني عطاك شيء؟ بس جايبته بس جايبته ما تسوي شيء يعني ما في دعم من اختك. قول الصراحه اختك تدعمك ولا لا؟ لا انا بدك البيت انا بدك البيت تعال معي جايبتك هنا. هذا دعم لولاها انت ما تقدر توصل هنا. هي تدعمني بس انا مو وايد بس دعم. مشكوره. مشغوله مشغوله صح؟ اي على حنا. انت مشغوله. هي عندها هوايه ثانيه مشغوله يمكن. شلون؟ احمد انا بودي معي البيت وانا طالع. بس انا متاكده بقول لك شيء متاكده 1000% ان هي وايد فخوره فيك ومبين ان هي فخوره فيك. اي احمد حبيبي مشكور وايد على وجودك معنا اليوم. في شيء تبي تقوله بعد ولا خلاص؟ بس حاب اشكركم كلكم. احنا نشكرك وايد احسن شكر لك اليوم لان انت احسن ضيف اللي خليتنا ناكل ونشبع ونكتشف موهبه جديده في عالم البرجر. موفق وان شاء الله مشروعك هذا يصير اكبر مطعم في الكويت. تسلم. احنا مكملين باقي فقرات برنامج رايكم شباب ولكن نتوقف مع فاصل قصير نرجع نعاود وياكم. واي كلينا احس خلاص كليته بنام. أيه. لذيذه كانت صج لذيذه وخفيفه. حبيبي احمد حبيبي ما قصر. صحيح احمد الواوان نسلم عليه وايد أكيد. وهو يستحق الدعم والتشجيع من قبل كل الناس. قال لكم الاكونت ماله بالاضافه الى رقمه على اساس اذا انتم حابين تطلبون برجر في اي وقت اليوم مباشر عقبه لانه صج شغله حلو ويبين هيلثي صحي يعني ونفس البرجر مال الجمعيات يتقلى وما ادري شنو هذا يعتبر مشوي يعني. اي أيوة وانا اكثر شيء استغربت فيه يعني ان اول مره اذوق همبرجر فيها شو اسمه رمان اول حلو. مره إيه؟ فنكهه يعني معطيه نكهه حلوه صح. شوف الطلبات بقول شغله. تدري ان انا حبيت شخصيته شلون يعني طيوب يعني يعني تحس انه شيء دش القلب. دش القلب اي والله يعني انا يعني في ناس شيء بين طيبته منه فانا حبيتها. الله يحفظه. اي والله الله يخليه ان شاء الله من اشهر الطهاة ان شاء الله في الكويت والخليج. نبتدي مع فقره الطلبات. من اول انا ما اعرفكم شيء مشاعل ها ليش من اول وحده عشان نقول هذا حظ مشاعل شيخه انا يلا لعبه بدون كلام اوكي يلا راح اسوي لكم لعبه بدون كلام فانتوا تسالوني وانا اشر لكم مسرحيه من كلمتين عاد انت ايش كذا تعرف مسرحيات شنو زين وين اللي حكى لك الاولى الثانيه ايه الاولى طفل صغير فزن. اطفال أقزم. ناس اولاد اطفال صغار. بنات يهال نفس يهال اطفال كذي الجهال جهال ها الصغير كبر العيال كبرت صح العيال كبرت صح هذه مسرحية انا شاطرة يا جماعة بعدين سألوا قولوا مسرحية مصرية كويتية خليجية انت لازم تقول لنا مصري خليجي شنو انت تأشر لنا تسألوني وانا اجاوب لكم زين الحين خلصنا اسفين احنا اوكي الحين انت مشاعل صح الله يهينك يلا هاتش امباي اقوم هذا نفس بالبيت ها شباب انت وشباب الحين ما تتحركون متى تتحركون والله انا اتحرك عادي مو بالاسم بس تونا ماكلين انت قاعده كذي شيخه كذي قاعده ايش حالك ايش تبي؟ لا انت خذي الصندوق الحين كله بعدين صندوق؟ هذا البوكس يا ويل حالي لعبه بدون كلام
شلون؟ لا لا واخذي واحدة ثانية. والكرت كلهم لعبة بدون كلام؟ كلهم اختاري واحدة كلهم ثانية. كلهم لعبة بدون كلام أو ولا كلمة. أوكي يلا أنا. كلهم عيل ليش حاطين لنا السيستم؟ يلا يلا. كلمتين، مسلسل، فيلم، لحظة، مغنية. أوكي مصرية، خليجية، كويتية، نوال الكويتية. أيوة تحية كبيرة لها. أنا وايد أعرف ألعب هاللعبة. يلا شيخة أشري. يلا. مسلسل؟ لا. ما يصير تتكلمين. أوكي لحظة خلنا أقرأ. خلنا أقرأ. قالت مسلسل؟ تقولي لا. يلا. يلا مسلسل، فيلم. هذا شلون أشرها شيء جديد يعني؟ شنو قولها قولها. يعني هي مو مسرحية، هي شخصية راح أمثلها. أوكي توي هي قالت شخصية نوال الكويتية. لا لا ممثلة وكذي بس هي ما لها شغل، شخصية ثانية. هي شخصية أوكي؟ إيه. نجار؟ مهندسة؟ نجار. مهنة. مهنة مو مهنة شخصية. تقول شخصية. كاتبيلي؟ مهنة مهنة. شنو كاتبيلي؟ شنو مهنة؟ شخصية كاتبين. هم كاتبين مو الله أنا. أوكي. عبد الحميد. لأن شخصية يعني مثلا شخصية نوال شخصية لا معروفة. الخميس الجاي إن شاء الله إحنا رح نكتب أكيد رح يكون زملائنا المذيعين رح يكونوا موجودين. إحنا الحين بعد شوي بعد الحلقة رح نكتب أسئلتهم إن شاء الله. نرجع مرة ثانية لهاشتاج الحلقة تستاهل الوالدة. الوالدة تستاهل كل شيء طبعا لان هي تعبت على الشخص. قول لها الحين كلمتين على الهواء. ترى انا على الهواء وايد جريء. قول انا على تحت الهواء كل مجري. احبك شو ما وموت عليك شو الله يخليك لي ان شاء الله. هذه من غير مشاعر بس كلام. وانا اصغر واحد في البيت وكلها تعطيني وايد ملاحظات وكذي بس انا اسوي اكشن في البيت. شو اسوي؟ ترى انا امي كل يوم تزفني يوميا حتى اليوم. قلعة. افا ليش ليش مأذيها؟ انا احب ليش مأذيها؟ لا يعني سوالف سطحيه. ايه مثلا ليش ما سكرت الليت؟ ليش ما ليش سويت حاضر يوم ليت نضايقك؟ لا 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 انت ما عليك من كلام صالح. والدة صالح انسانه واقعيه وانسانه صاحبه شخصيه قويه صح. ففي احيانا بعض التصرفات اللي تصدر من صالح تنرفزه تكلمه ما يسمع. فهذه المشاكل اللي ممكن تصير او هذه وجهات النظر لا لانه هو وايد يعني. الحين لو اقول لك تنزل من غرفتك واقول لك صالح رد انت بتطلع إيه؟ روح سكر الليت راح تطنشني وتمشي او تقول لي اوكي وراح تمشي. لا لا انا ارد بس هي امي ما تحب ان تقول هالكلام يوميا يعني ان نفس الفعل دائما يكرر. اي سوى من نفسك خلاص قلت إيه؟ لك إيه؟ اتوقع صالح يقول لها سكرتها وهو مو سكرتها. هي هذا اللي قاعد اقوله قلت لك يقول لها ان شاء الله حاضر امك. ولا مو انا اللي بطلت الليت من اللي دخل؟ والله هذه سالفه مو انا. انا اشطر وحده فيها بالبيت إيه؟ يا رب بيتنا محق على طالع الحين. على طاري هاشتاقنا امي كاتبت لي احمد انا مالي شغل. هي كاتبت لي امي كاتبت لي شهيتوني ابي همبرجر. اي اوكي الوالدة خلاص تستاهل يعني لازم هي همبرجر أحمد. اليوم اي خلاص احمد بعد شوي بعد ما تخلص الحلقه لان احمد موجود معنا ورا الكواليس سوي لها برجر. شنو 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 حابه تقولين حق امك؟ قولي لها شي كلمتين. ليش ما رديت علي للحين؟ لأنها يمكن نايمة تعبانة. لا لا ما تنام الحزة. لا آخر مرة شافت الواتساب الساعة 5 شقالة يمكن قاعد تشتغل قاعد تسوي شيء ما أدري أو مندمجة معاش مثلاً. الحين بس أطلع أدق علي. طبعاً تحياتي لوالدتك الكريمة اللي أنا وايد أعزها وأحبها. إيه تحبك صراحة وأدري إنها تحبني وايد وهم خالتي سعاد. أنا عندي 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 ثلاثة محمد وعلي وصالح. الحمد لله عشان تعرفون قيمتي بس وأدبي وأخلاقي وذوقي. ووقفوني على الكرة عشان ما لا تشوف نفسك وايد صالح. هو صدق كذي بس المشكلة إن صالح اللي ما يعرفك ما يثمنك. صح صحيح. يعني فالواحد اللي مثلا اللي يشوف شخص بس من قدام الكاميرا يعني بالتلفزيون قصدي غير لما أنت تعاشره تغير وجهة نظرك فيه. طبعا هذا بعد صالح كذي دائما تعامل كلنا والله كلنا ممكن صح دائما التسرع في الحكم على الآخرين ولكن أهم شيء إن الإنسان يصير يعني ما يهمه. طبعا احنا لما قاعد نتكلم هالشارع عن الوالده عيد الام هو 21/3 صحيح يصادف ان هذا اليوم. شنو هو شنو فكرتي بلها؟ لا للحين ما فكرت ما قررت شنو بلها. انت فكرتي تجيب لها شيء؟ على حسب لعانه متى تنزل. لا 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 لا, لا. على الاقل ورده على الاقل لازم هو انا يعني بهاليوم لازم اعطيها حتى لو يعني ما شريت او انه شيء اعطيها ورده بعدين اشتري لها شيء. انا والله من ايام المتوسط يعني الله يحفظها والدتي كانت تعبانه يعني فكنت اجمع مصروفي بعدين اشتري لها خاتم. تذكرين يما بالمتوسطه شريت لك خاتم
ولا قعدلين اذا بتقشمر. لا شوفي امي وايد كريمه ويعني وايد تعطي 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 يعني هذا كل شيء كل شيء الكل ام حق عيالها ما اكيد ما الموبايل منها التصليح سيارتي منها ميك اب منها فانا احس ان شنو ما اعطيها شويه يعني ما اقدر صح صحيح بس باقي ما سفره ان شاء الله بس ساره تقوم بالسلامه انا وساره تذكرتين دبي ان شاء الله 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 يخليك احنا على امي تعطيني يعني انه مبلغ حق سفره قلت لها يا معي لي مبلغ حق سفره الله يخلي امهات الكل ان شاء الله لكم ومن فقد والدته او والده يعني الايتام الله يصبركم ان شاء الله والله يعوضكم باشياء ثانيه موجوده أو في ناس الحياه إن او ناس عليكم ويكونوا طيبين معاكم بقول لكم دراسه صايره دراسه كذي جديده نوعا ما تخيلوا ان الفيسبوك ممكن يعرفكم ويحلل شخصياتكم اكثر من اهلكم واصدقائكم شلون شوفوا شلون وجدت دراسه جديده ان تحليل الشخصيه اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي كان اكثر دقه من التحليلات الواقعيه لها بمعنى ان الفيسبوك ممكن انه يعرف عنك وعن شخصيتك اكثر من عائلتك واصدقائك المقربين بالرغم من العلاقه الطويله والوثيقه اللي تربطك فيهم كشفت هذه الدراسة التي قامت بها كلها من جامعة ستانفورد يونيفرسيتي وجامعة يونيفرسيتي أوف كامبرينج أن تحليل الشخصية اعتمادا على ما يعجب به الشخص على الفيسبوك دقيق جدا حتى ما لو ما كانت التدقيقات صريحة أو واضحة تماما إذا أنا بقول لكم الكلام كذي بالمختصر من وجهة نظري في أن أنتوا ساعات قدام الأصدقاء أو إحنا قدام الأصدقاء أو الأهل ممكن أننا نتحفظ بعض الأشياء بس الفيسبوك أنت ممكن تكتبي كل اللي أنت تبينه أو الوسيلة الكتابية تكون ساعات تحليل دقيق أكثر من التواصل اللي ممكن يكون بين اشخاص صح خصوصا اذا انت كان اكونتك وهمي فانت تقدر تبحث عن اي شيء انت تبيه فما حد راح يدري انت منه اساسا يعني فبس أي. الشخصيه تربطك بالنيك نيم اللي موجود فاوكي ممكن انه يحللون الشخصيه بس ما ادري انا احس انه لو الواحد دي مثلا يبي يلجا حق اخصائي نفسي مثلا افضل انه اي بس بقول لك شيء يعني اكونتات الفيسبوك ما كان يهمني يعني ولا مرة سويت لي اكونت بس في بعض الدول خذ شهره كبيره اي يعني في ناس احنا هبينا فيه بفتره معينه ولكن الحين انقرض بس في مصر في دول الوطن هو ما غلط انا توني نزلته من شهر حق العاب بس يعني لما انشهر انا ما كنت حبته يعني ما ادري شلون ما كنت حبته مع الناس طريقتي يعني تقريبا انستغرام وهالسوالف بس انا مو حابته يعني ما ادري شلون طبعا عندنا احنا كل خميس مثل ما تعرفون عندنا صوره وتعليق في شيء كم صوره بالنت انه عجبني التعليق اللي على الصوره عرفت اول صوره اليوم عندنا لقيتها بالنت حاطين لنا هذه صوره تجربه اول كاميرا في العالم عوده الحين نشوفها على الهواء عوده كاميرا عوده وايد كبيره ضخمه هيوج فيري بيج خلينا نشوف الصوره مع بعض احنا شايفينها بس نبي الناس تشوفها ونشوفها احنا هم عندنا على بال ما تتجهز الصورة اي يقولون أي. على ما يذهبون الصورة كان التعليق على الصورة طيب ازاي تجربة يعني اول تجربة تجربة كاميرا في العالم وتصورت شلون 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 ما ادري يعني الحين هي اول تجربة يقول لك هي اول تجربة تصوير كاميرا شلون تصورت يمكن كاميرا ثانية اي بس ان التعليق هذا يعني غريب عرفتين حاطين تعليق غريب شلون اول صورة وتصورت أيه؟ اول كاميرا هي وصوروها اي يعني يعني هي اول كاميرا وفي كاميرا ثانيه صورتها شلون هي اول كاميرا وتصورت معناته أيه؟ ان يعني تكنيكيا هم سووا شيء الكاميرا الكبيره وصنعوا كاميرا ثانيه تصور الكاميرا بس الاولى اي يعني التعليق شفت أيه؟ شنو صار فيكم ان شلون يعني احتار. اول كاميرا عرفت نفس صوره انا مره شفتها بعد كذي ان اول صوره لاول انسان يعني موجود يعني بالارض يعني انه كان موجود من صوره انا خذيت الصوره يعني امانه اطالع هي مو واضحه هي من بعيد يعني بس انه يعني بعدين كان افكر فيها اول شيء شلون جابوا الكاميرا بهالوقت اذا كان صح. اول شيء ثاني شيء اذا كان فعلا الصوره حقيقيه ليش مو من قريب بس انا هم يعني ما خليت تحليلاتي كان اخذ الصوره واروح الدكتور بالجامعه كان اقول الدكتور هل اول انسان كان موجود بالارض انه يعني كانت له صوره كان يقول لي لا اني تاكدت ان الصوره هذه مفبركه بعض الاكونتات تسوي صح ما لا تعرفونه وما ادري شنو ودعايه وتعال شوفوا انسان يطير وواحد ما ادري شو وجهه يعني شنو
يعني لازم لازم تسوون دعاية بهذه الطريقة ما يصير احترموا عقول الناس. على طاري التركيب ما التركيب في صورة ثانية هم الفتت نظري لاحظوا ان هتلر ماسك التليفون ومصور نفسه سيلفي بالايفون. حلو؟ اللي عجبني التعليق اللي عجبني سمعوا ما حد يقول انه فوتوشوب عشان ايام هتلر ما فيش فوتوشوب. ولا كان ولا كان في ايفون يعني الواحد يفكر ما كان يعني شلون اي يعني شلون لا التركيب يعني ما قمنا نثق بالصور ما قمنا نثق بشيء يعني هذا صدق ولا لا انا شفت موناليزا مسوي شيء يغيرون شفت الصوره تحسها صجيه بس ما تحسينها صجيه لا يعني موناليزا بحياتها سوت هي ما سوت بس انت لما تشوفينها تحسينها صجيه يعني كنا صدق انا لا ادش اكونت فيه مثلا نكته ولا شيء حتى لو الموضوع يضحك انا ما اضحك اخذ انه شلون يعني شلون صار كذا قاعدين ايه عشان كذا يقولش هذه التعليقات انها غريبه يعني تعليق قريب تقعد تفكر فيه عرفت هو تدري ايش يسوون كذي يسوون بعض المواقع نفس ما قلت انه عشان يبون فولورز اكثر فيحطك اول ما شنو اول واحد اول وانت لما تروح لا انا يقتلني اذا قصه ما ادري شنو ما شنو انا اقرا بدايه القصه ودش الاكونت الثاني عشان تكملها زين اكتبها اخذ مني اجر اعطي معلومه هذه الدعايات من انستغرام قاتلتني لا تبطلي الموضوع عشان ما اطلع الهم اللي داخلي لا ادش اكونت ثاني ابي اسوي له فولو ابي اشوف طبعا بالفيك اكونت حقتي ابي اكمل القصه ما في يعني ما ادري دعايه من انت بتشوف فلان فلان يدش الصراحه انا ما قمت ادش انستغرام ولا اسوي لايكات ولا وايد الا مع الناس يعني اللي يحبوني اللي يكلموني دايركت وهالسوالف لان كل ما ادش كله دعايات خلاص عموما هذه كانت مواضيعنا اليوم من خلال الراي وبرنامج رايكم شباب ان شاء الله يكونون كل الناس استمتعوا معنا والمشاهدين شفنا احمد الواوان والبرجر وخلاكم تاكلون تشبعون حتى تشكرون عشان تعرفون ان الريال هو رجل وشاب سوالكم اكتشفت ما شفنا بنيه تسوي لنا شيء لا لا شيخه قادرات لك بالحلقه ايه شنو؟ قادرت له انا؟ علشان إيه؟ اليوم الحظ معاهم حطوهم مع بعض دائما الاثنين صالح وشيخه لازم مع بعض دائما الله يسلمكم الله يسلمك وين رايح؟ والله ما عندي شيء الحين خلصت الحلقه يروح سينما وصلنا معاكم لي ختام الفيلم الجميلة والوحش اكيد حلو. استمتعت معاكم شعول حابه تقول شيء حبيبي؟ لا والله ما بقول شيء خلاص يعني كلش مو لايق كلش كلش ما مقتنع عموما صلوح اليوم انت مو طبيعي ترى بعد شوي لنا نقاش انا وصالح لازم لانه ما ادري ايش في صاير اول كان كله مع البنات الحين من كثر ما تكتبون تعليقات ان صالح كله مع بنات احس كرهنا خلصت حلقتنا اليوم كل الشكر لكم كل الشكر لضيفنا اللي كان معنا اكيد استمتعنا بالبرجر خلصت حلقتنا اليوم نشوفكم في حلقه جديده يوم السبت ان شاء الله نشوفكم باي مع السلامه Yeah.